السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر ومتك. حتى النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيها عن ازاي انت تقدر تصمم تيشرتاتك بنفسك، انك تعمل تيشرتات اذا كنت بقى انت حابب يكون ليك براند خاص بيك، انك تعمل تيشرت خاص بيك انت زي التيشرت ده مثلا او اي تيشرت، فانت ممكن انت تعمل التيشرت الخاص بيك وتقدر انك تستخدمه في اكتر من حاجة هنتكلم فيها النهاردة، وازاي تقدر تستخدمه على النت عشان تعمل فلوس من بيع التيشيرتات. ده غير كده الموضوع ممكن يتطور معاك لحاجات تانية هنتكلم فيها في حلقات تانية ان شاء الله، ولكن ده الجزء الاول بس من الحلقة. واعرف ان في ان شاء الله اجزاء تانية لموضوع التيشيرتات وبيع التيشيرتات لانه طويل شوية وهنتكلم فيه في كذا حلقة. غير كده ان الموضوع سهل، يعني انا جايبه لك النهاردة عشان الموضوع سهل وان شاء الله هيعجبك وان شاء الله مربح جدا. نبدأ منين؟ نبدأ من ازاي هتكسب فلوس من التيشيرتات. الناس بتحب الحاجات دي. طيب حاليا كده ان شاء الله انا اقول لك كذا طريقه هتكسب منها فلوس او كذا طريقه هتعجبك ان شاء الله في الربح من التيشيرتات دي او من تصميم التيشيرتات عموما. تاني حاجه في الاخر ان شاء الله في اخر الحلقه دي هكلمك عن ازاي هتقدر تصمم التيشيرت بتاعك بنفسك، يعني مش هسيبك بس عن ازاي تقدر تكسب منهم، لا وازاي كمان بتصمم. تعال نشوف الحوار ده. طيب اول حاجه بعد ما تصمم التيشيرت بتاعك خلاص، انت قدامك ثلاث حاجات او ثلاث طرق ممكن تستخدمهم في انك تكسب فلوس من التيشيرت ده. مش هقول لك انت اول تيشيرت هتعمله مش هيبقى احسن تيشيرت، لو انت ليك في التصميم اصلا فانت هتعمل تيشيرتات جباره. تمام، اديك شايف مهاب شادي والناس اللي زي مهاب شادي بيعملوا فلوس كويسه جدا من الحوار بيع التيشيرتات ده، فانت ممكن تعمل اكتر من كده بكتير عن طريق الحاجات اللي انا اقول لك عليها. اول طريقه تعمل بيها فلوس من بيع التيشيرتات هي انك تبيعهم في منطقتك. مش بقولك طبعا تنزل توزع التيشيرتات على الناس وتقول بقى اللي عايز يشتري تيشيرت اهو ومش عارف ايه والكلام ده، لا انت بس كل اللي هتعمله انك تشوف مثلا حد من صحابك او حد عنده فرح قريب، فانت ممكن تقول له انا ممكن اصمم لك تيشيرت واطبعه لك بسعر كذا، او يعني تظبط السعر شويه في البدايه وبعد كده هتبدا تتشهر واحده واحده. الموضوع ده على فكره حلو جدا، ويعني هتقول له اطبعهم فين؟ طيب في 100 حد ممكن يطبع لك الحاجات دي، واتفق معاه على سعر معين بحيث ان انت تكسب وهو يكسب، انت فاهمني؟ فالموضوع يبقى حلو جدا معاك لو انت حابب تشتغل مش على النت بقى، لو حابب تعمل فلوس من هات وخد يعني في الحياه العاديه بتاعتنا مش على النت. الطريقه الثانيه هي ازاي ممكن تبيعهم على النت. الموضوع بسيط جدا هنتكلم فيه في حلقات ثانيه ان شاء الله، ولكن بدايه انت لازم تفتح متجر الكتروني على موقع خاص بيك انت، استضافه جديده خالص على بلوجر او ووردبريس، فبلوجر اسهل لك، هتبقى متجر تبيع فيه تيشيرتات والموضوع يبقى اسهله لك ان شاء الله في الفترات الجايه في الحلقات الجايه. ده لو حابب يبقى عندك متجر الكتروني خاص بيك انت بالبراند بتاعتك انت تبيع فيه تيشيرتاتك انت. تمام، الموضوع طبعا بالاستمراريه يعني شهره وفلوس وهيبقى حوار تقيل، ولكن برضو نفس الكلام مش كل حاجه بتبدا من اول خطوه، ابدا بس وان شاء الله ربنا يكرمك. تمام، لو انت ليك في التصميم ابدا دلوقتي، ابدا من النهارده من الفيديو ده تبدا. تمام تمام، وانا كمان هعلمك ازاي تصمم والموضوع يبقى سهل جدا معاك ان شاء الله باذن الله. نكمل. يبقى انت ممكن تفتح متجر الكتروني، ممكن تشترك في انك تبيع تيشيرتاتك انت او البراند بتاعتك انت في متجر معمول زي سوق دوت كوم، زي جوميا، زي مثلا اي متجر بقى ستور حاجه كده كنت اشتريت منه، او انفرا ستور حاجه زي كده اشتريت منه قبل كده على تيشيرت مهاب شادي او حاجه زي كده يعني، فده برضو اللي مهاب شادي بيستخدمه لو انتوا حابين تستخدموه. هنشوف كل ده ان شاء الله في الحلقات الجايه، لكن بيعهم في الحقيقه وفي الطبيعه مع الناس كده هيبقى اسهل بكتير من بيعهم على النت. تمام تمام. تالت حاجه ودي كنا اتكلمنا فيها في حلقات فاتت او حلقه قريبه فاتت، انك ممكن تقدم بيهم خدمه في خمسات، خدمه تصميم التيشيرتات. صح، فكره حلوه جدا على فكره، الموضوع سهل وبسيط جدا، انت بس كل اللي انت عليك تعمله انك هتتابع الحلقه دي للاخر ان شاء الله هعلمك ازاي تصمم التيشيرتات اللي انت عايزها بطريقه بسيطه جدا وفي موقع سهل جدا، وتاخد الصوره بتاعت التيشيرت وتنشرها على خمسات وتقول يا جماعه الشغل بتاعي اهو، تحطها في موقع الكتروني على بلوجر او في بوست على الفيسبوك تقول لهم يا جماعه الشغل بتاعي اهو كله، لو انتوا حابين اعمل لكم تيشيرت عليه تصميم معين انت حابه وانا هعمله لك، لو انت حابب اعمل لك تصميم جديد خالص هعمله لك، لو انت عندك اي حاجه عايز اعملها لك هعملها لك، ويا ريت يا ريت يا ريت تشتغل بخمسات في اي حاجه. يعني مثلا لو انت حتى هتبيع التيشيرتات دي عندك في المنطقه او في البلد اللي انت فيها، كمان اشتغل وبيع التيشيرتات على خمسات، حاول برضو تبيع تصميمك او تيشيرتاتك على خمسات. تمام، الموضوع برضو هينفعك جدا لان خمسات حاجه مهمه انك لازم تشترك فيها برضو، حتى لو انت في فلوس من مصدر تاني حاول برضو يكون عندك فلوس او عندك دخل من خمسات. تمام، اتمنى انك ما تسالش ليه لازم انشر الحاجات دي في خمسات، لان انت اكيد لو سالت ليه يبقى انت ما شفتش الحلقات اللي فاتت او الحلقه اللي انا اتكلمت فيها عن خمسات، ارجع شوفها حلقه مهمه.
طيب كده احنا قلنا 3 طرق انت ممكن تعمل منهم فلوس بطريقه سهله. على فكره كل اللي قلته ده كلام سهل، الكلام سهل وكل ده سهل، ولكن انت محتاج منك بس صبر، محتاج منك حد او انك تكون دماغك كرياتيف شويه، تقدر تعمل تيشرتات كرياتيف، هتلاقي نفسك بتجيب معاك فلوس كويسه جدا، هتلاقي نفسك شغال كويس جدا. تمام، يعني الموضوع سهل. والموقع اللي انا هتكلم فيه النهارده موقع سهل جدا، هيخليك تقدر، موقع مش فوتوشوب، موقع موقع سهل جدا يخليك تصمم الحاجه اللي انت عايزها بكل سهوله، زي التيشيرت ده اللي هو الفرونت والباك وكل حاجه. يعني الموضوع سهل جدا جدا وهنتكلم فيه بكل سهوله وهقول لك على كل حاجه في الموقع. حتى الموقع نفسه يعتبر متجر الكتروني، الناس ممكن تشتري منه البراند اللي انت عايزها، ولكن الفكره في ايه؟ في ان احنا مش عايزين نستخدمه كمتجر الكتروني، احنا ممكن ناخد بس التيشيرت والتصميم بتاعنا ونصمم عليه كل حاجه وناخد الصوره وننشرها في حته ثانيه او نبيعها او ان احنا نطبعها عندنا في البلد زي ما انا قلت في بدايه الحلقه، يعني على الطرق اللي احنا المفروض نكسب منها فلوس. تمام، تعالى بقى نشوف ازاي ان شاء الله هنقدر ان احنا نصمم التيشيرتات. طيب يا شباب اللي عايز يشتري الميرش ده، فانا مش هقول لك ازاي تشتري ميرش لان للاسف انا غالبا مش عارف، مش هطبع الحاجات دي اصلا، انا مش عارف هي حلوه ولا وحشه وشكلها مش لطيفه قوي. بس ايه، لو حابين نعمل ميرشات او حاجه فالموضوع سهل جدا، ممكن نعمل ميرش او ممكن انا اعمل ميرش ليا والبسه في الفيديوهات وكده، فقشطه يعني. طيب انا دلوقتي هقول لك ازاي ان شاء الله تقدر تصمم تيشرت زي ده. دي حاجه بسيطه جدا طبعا، الموضوع سهل، ده خد مني 5 دقايق بالظبط، فالموضوع سهل جدا، ولكن طبعا انت محتاج انك هتتعب اكتر من كده بكتير بحيث انك تقدر تطلع شغل محترم يتباع او انك تقدر تستخدمه بعد كده. تمام، فهمت؟ تمام، عشان بس الناس ما تقولش ده حاجات بدائيه ومش عارف ايه، لا حضرتك مش بدائي، انت لو عايز تبدا وتطلع حاجه حلوه هتطلع حاجه حلوه. يلا نبدا. اول حاجه هتعمل اكونت، الموضوع سهل جدا، تخش على كلمه لوجن هتلاقيها في الموقع، وهتعمل لوجن بالفيسبوك او بالجيميل او تعمل ساين اب وتعمل تسجيل عادي خالص زي اي موقع، فالموضوع بسيط جدا. يعني هتلاقي ستارت ديزايننج هنا، هتضغط عليها هتفتح لك الصفحه دي، بس يعني النت بعافيه شويه. هتنزل تحت خالص زي ما انت شايف، هو هنا بيقدم لك اكتر من حاجه، انت ممكن تعمل تصميم لاكتر من حاجه، مش تيشيرتات بس، شرابات وايفون كيس يعني جرابات الايفون، حتى شويه بناطيل حاجات زي كده، عالم شويه حاجات. لكن احنا ننزل بس عند الايه، الابرل اللي يعني التيشيرتات او الميرشات، فخلينا نضغط عليها، نضغط ستارت ديزايننج. تمام، جميل، بتستنى بالظبط كام ثانيه لحد ما دي تفتح او يعني يفتح لك الحاجه بتاعه الديزاين. وزي ما قلنا يا جماعه الموقع ده يعتبر متجر الكتروني في نفسه، تمام، يعني هو متجر الكتروني اصلا مش موقع للتصميم بس، لا ده ما انت تصمم وكمان تنزل التصميم. مثلا احنا عايزين نعمل تيشيرت زي التيشيرت اللي انت هتشوفه قدامك حالا ده، طيب عايزين نعمله هنا مثلا، وليكن هنعمل تيشيرت يوتيوب، نحط هنا علامه اليوتيوب ونكتب كلمه يوتيوب مثلا. فمثلا عايزين نكتب كلمه يوتيوب بالاحمر مثلا او بالاسود، خليها بالاسود، نكتبها يوتيوب بالشكل ده. تمام، وممكن نغير الفونت بتاعنا عادي جدا، نخليه اي فونت بقى احنا عايزينه، بس غالبا الناس النت مش راضي يحمل الفونتات، يعني مثلا زي ده كده. جميل، بقيت يوتيوب بالشكل ده، ننزل تحت نحطها هنا، مش احلى يوتيوب في الدنيا بس يعني تمام. بلاش اللون ده، خليه اللون الاحمر ده، مش احمر قوي برضو يعني، مثلا او خليها اسود وخلاص. تمام، طيب الارت هنا انت ممكن انت تحمل شعار اليوتيوب او انك تعمل اي حاجه، فانا مثلا هحمل شعار اليوتيوب، انا مش فاكر اني واحد الحقيقه، بس يعني هو ده شعار اليوتيوب. تمام، فما هيعمل ابلود في ثانيه وبعد كده هينزل قدامك هنا على طول بشكل مباشر. هفهمك كل القوائم دي بتعمل ايه وهفهمك كل الكلام ده حالا. تمام، بس خلينا نستنى، او يعني على مشعار اليوتيوب ده هيحمل. خلينا نقول لك القائمه دي يا شباب، دي بيعرفك انت عايز الحاجه اللي انت هتعملها دي، لان زي ما قلت لك، زي ما قلت لك ان ده برده متجر الكتروني في الموقع. هنا حتى بيقول لك عايز تبيعها بكام، تمام، او يقول لك هي حاليا تتكلف كام، متكلفه كام، وانت هتحط السعر بعد كده يعني. تمام، هنا بيقول لك عايز تخليها سمول واكس لارج، يعني سمول ولارج واكس لارج، ولا هنا تقريبا دي سمول و2 اكس، وهنا بتوصل من سمول لحد 3 اكس. تمام، يعني هنا تقريبا زي ما انا قلت لك كده. تمام، ده يعني اللي انا جربته يعني في الموقع. فالمفروض ان شعار اليوتيوب ظهر، او المفروض يظهر، بس هي الفكره ان هو يعني النت بعافيه شويه. تمام، ده يعني اعتبره كده ده شعار اليوتيوب يا شباب. فبعد كده بتضغط على كلمه باك دي، وهنا المفروض بيظهر هنا الحاجه الباك اللي انت عايزها، عايز ظهره بقى يبقى زي ما انت عايز بقى، شوف انت عايز تعمل ايه في ظهر التيشيرت، عايز تسيبه ابيض زي ما هو، عايز تغير ظهره وتخليه باي حاجه انت عايزها، فالموضوع سهل جدا وانت ممكن تعمل اللي انت عايزه يعني.
حتى ان انت ممكن تختار بعض الحاجات، مثلا لو عايز تيشيرت يبقى طويل شويه، لو عايز تيشيرت يبقى بكم مثلا او حاجه، فانت ممكن انت تظبط الحوار ده برضو. تمام، يعني لو في باك جراوند بيشيلها تمام، خلينا نشيل الباك جراوند، اصلا مفيش باك جراوند بس يعني خلينا نسيبها خلاص. تمام، زي ما انتم شايفين شعار اليوتيوب ظهر اهو. فزي ما انتم شايفين ده التيشيرت مثلا، مثلا ده التيشيرت خلاص، يعني مثلا نصغره سنه كده وليكن مثلا ده التيشيرت اللي احنا عايزينه. عايزين نكمل التيشيرت، قال لك دلوقتي التيشيرت ده بيتكلف تقريبا $14. عايز تغير لون التيشيرت نفسه، ده ممكن تغير اللون ده باي حاجه بقى انت عايزها. الموضوع يعني سهل جدا وسموز جدا جدا جدا، تغيير اللون سهل. تمام، وبعد كده بتعمل نيكست عن طريق الضغط هنا مثلا. تمام، زي ما انت شايف هنا بتحدد بعض الحاجات، لكن احنا قلنا ان احنا مش هنستخدم الموقع ده كمتجر الكتروني، فانت بتعمل نيكست. تمام، وبعد كده تغير لونش، لكن للاسف بعض الحاجات اللي لازم تكتبها هنا، مثلا تكتب براند مثلا اسم يعني يوتيوب. تمام، بتاخدها كوبي كده ومثلا تحطها هنا في كتير كده مثلا. تمام، عشان بس يوافق، والميرج تعمله كده، وبعد كده دي تعملها. تمام، الايم نوت روبوت، وتعمل لونش وهيبدا يشتغل معاك على طول. يعني كل اللي احنا عايزينه زي ما احنا عارفين ان احنا عايزين الصوره بس. وزي ما انتم شايفين حاليا ده التيشيرت خلاص اتعمل اهو، زي ما انتم شايفين بشكل احترافي جدا، يعني زي ما انتم شايفين اهو، حتى هنا بيعرضه لك بشكل احترافي جدا، هنا بيكتبوا لك الوقت، ما لناش علاقه احنا بالحاجات دي كلها. كل اللي انت عليك تعمله تضغط كليك شمال هنا او كليك يمين اسف، وبعد كده هنا سيف از، وتضغط على سيف وخلاص. وكده انت بقى معاك التيشيرت بتاعك، حفظته عندك خلاص على الجهاز بتاعك، فبالتالي تقدر تسوقه وتقدر تعمل اللي انت عايزه، تقدر توديه لحد ويتباعه لك وتبيعه زي بالطرق اللي احنا قلنا عليها في الاول. تقدر تعمل كل اللي انت عايزه خلاص، انت كده صممت التيشيرت اللي انت عايزه. طبعا كل اللي بتعمله انك بتشيل اللوجو بتاع يوتيوب وبتشيل كلمه يوتيوب دي، وبتعمل بقى انت التيشيرت زي ما انت عايز. لو انت عندك لوجو معين او عندك فكره معينه تقدر تعمل اللي انت عايزه. زي ما قلت لك عندك كذا نوع من انواع التيشيرتات، تيشيرت بكم، تيشيرت بنص كم، عندك كات، عندك لو تعرف تعمل حاجه جرابات للموبايلات او حاجه زي كده، فكل حاجه موجوده على الموقع ده. موقع ممتاز جدا جدا جدا، ان شاء الله ان شاء الله يكون عجبك، وان شاء الله تستفيد من الطريقه دي وتعمل منها فلوس كويسه باذن الله. بس ما تنساش بس تعمل لايك للفيديو ده، بس لايك، لان اللايك ده هو بيساعدني جدا، فيا ريت تعمل لايك للفيديو ده. بس كده، بس كده، ادي حلقتنا النهارده. اتمنى تكون مقدر الجهد والمجهود اللي احنا عملناه النهارده، وانك تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه وانت مره تشوفني، بس اهم حاجه انك تعمل لايك، لان اللايك ده بيساعد على الناس تانية تشوف الحلقه وكده. فاعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وانت مره تشوفني، وبس كده. لو عايز تفيدني بشكل اكبر، مش ناس كتير يعني بتعمل الموضوع ده، ولكن لو حابب تفيدني بشكل اكبر اعمل شير للفيديو ده في اي حته ممكن الناس تستفيد تانية، او انشره على الفيسبوك في اي حته، اي حته بقى مش فارقه. شكرا جدا يعني لو انت عملت كده. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله باذن الله في الفيديو اللي جاي. سلام.